السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. النهاردة إن شاء الله عز وجل هنكمل شرح في المدارس الشعرية في مادة الأدب. كنا قبل كده قلنا إن الأدب مر بمرحلتين، مرحلة الإحياء والبعث اللي هي متمثلة في مدرسة الإحياء والبعث المحمود سامي البارودي ومدرسة المحافظين، وبعد كده قلنا إن المرحلة الثانية مرحلة التجديد، وشرحنا فيها مدرسة الديوان، وقلنا إن مدرسة الديوان دي تعد انطلاقة في التجديد للشعر العربي. لكن قبل مدرسة الديوان كان في تجديد برضه، وكان متمثل في الشاعر خليل مطران. فبنقول إن التجديد قبل مدرسة الديوان سبق مدرسة الديوان إلى التجديد الشاعر خليل إيه؟ خليل مطران، ودوت أحد الرواد اللي كانوا بيدعم للتجديد في الأدب والشعر العربي إيه؟ خاصة. تمام كده يا شباب؟ خليل مطران مواليد 1872، وفاته كانت 1949. شاعر لبناني مشهور عاش معظم حياته في مصر، عرف بغوصه في المعاني وجمعه بين الثقافتين العربية والأجنبية، لأنه كان يا شباب متأثر بالأدب الفرنسي وكان ملم بيه، فكان عنده الثقافة العربية والثقافة الإيه؟ الفرنسية، لذلك جمع بين الثقافتين العربية والثقافة الإيه؟ الأجنبية اللي هي مقصود بها الفرنسية هنا. مكانته الأدبية بين الشعراء، إن أول حاجة إن هو كان من كبار الكتاب وعمل بالتاريخ والترجمة، يعني من كبار الكتاب اللي كانوا موجودين في عصره، وكان اشتغل بالتاريخ والإيه والترجمة لفترة. عرف بغزارة علمه وإلمامه بالأدب الفرنسي والعربي، زي ما إحنا قلنا حالا إن هو كان عنده الثقافة الفرنسية، لذلك جمع بين الثقافة العربية والفرنسية، خلاص. وكان معروف عنه إن علمه إيه؟ علمه كبير، مش مجرد يعني معلومات صغيرة، بالإضافة إلى رقة طبعه ومسالمته، ونظرا لأن طبعه رقيق يعني في مشاعره كويسة كده ومسالم، مش دايما بقى فيه هجاء بينه وبين فلان وكده، دوت كله انعكس على ايه؟ على شعره، فكانت اشعاره تحس برضو ان اشعاره ايه؟ رقيقة جدا كده. تمام؟ طيب، كان بقى يشبه عندنا بالاخطل بين حافظ وشوقي، يعني لما كانوا يقارنوا مكانته كده ويجي يقولوا هو ينفع مثلا نديله ان هو امير الشعراء او شاعر النيل، يعني احمد شوقي كان تقلد امارة الشعراء، وحافظ ابراهيم بيلقب بشاعر النيل، كانوا بيشبهوه ما بين حافظ ابراهيم وشوقي بشاعر اسمه الاخطل. تمام؟ والمنفلوطي كان شبه خليل مطران بابن الرومي، يبقى كده يشبه بالاخطل بين حافظ ابراهيم وشوقي، والمنفلوطي شبهه بالشاعر الايه؟ بالشاعر ابن الرومي، واطلق عليه لقب شاعر القطرين، ويقصد بهما مصر ولبنان، لان ما كانش ينفع ياخد لقب امير الشعراء عشان احمد شوقي، فلقبوه ان هو شاعر القطرين، اللي هم مين هنا؟ مصر وايه؟ مصر ولبنان. وبعد لما مات حافظ ابراهيم وشوقي اطلقوا عليه لقب شاعر الاقطار العربية بقى. تمام كده يا شباب؟ يبقى تاني بالذات في الالقاب يشبه بالاخطل بين حافظ وشوقي، والمنفلوطي يشبهه بابن الرومي، وله لقب ان هو شاعر القطرين مصر ولبنان، وبعد لما مات حافظ ابراهيم واحمد شوقي اطلقوا عليه لقب شاعر الاقطار الايه؟ العربية. اهم اعماله ووظائفه، عمل كمحرر بجريدة الأهرام لعدة سنوات، اشتغل بيكتب في جريدة الأهرام لمدة كذا سنة، خلاص. وبعد كده أنشأ هو بقى بنفسه المجلة المصرية، وبعد كده كان له هو إسهامات كبيرة في التعرف على مظاهر الحضارة الغربية. يرجعنا تاني لموضوع الأدب الفرنسي، لأنه هو كان نظرا لأنه متمكن يعني من اللغة الفرنسية وملم بالأدب الفرنسي دوت، فكان بيترجم لنا كتب كتيرة منين؟ من الفرنسية للإيه؟ إلى العربي. بعد لما عمل المجلة المصرية أنشأ جريدة اسمها جريدة الجوانب المصرية اليومية. تمام يا شباب؟ الأولانية المجلة المصرية، والتانية دي اسمها جريدة الجوانب المصرية. الجريدة ديت كان بيساعد فيها مصطفى كامل، كان بينصره في الحركة الوطنية بتاعته، فبنقول كان التي عمل فيها على مناصرة مصطفى كامل في حركته الوطنية، واستمر إصدارها على مدار 4 سنوات، فضلت شغالة يعني بتصدر يوميا لمدة 4 سنين. طيب، أهم حاجة بقى في خليل مطران إيه؟ دوره في التجديد إيه؟ إيه هو اللي جدده؟ إحنا قلنا إن خليل مطران دوت هو شرارة التجديد، ومدرسة الديوان هي الانطلاقة في التجديد. دوره بقى في التجديد إن هو أخرج الشعر العربي من أغراضه التقليدية القديمة وصوره البدوية إلى أغراض حديثة تتناسب مع العصر، مع الحفاظ على أصول اللغة والتعبير. يعني ما بدأش بقى إيه يجيب الاستعارات والكنايات والتشبيهات زي الصور البدوية اللي موجودة، لأن مثلا العصر الجاهلي كان بيعمل إيه؟ بيستمد صوره الخيالية من البيئة اللي هو عايش فيها،
على الجمل بقى والطبيعة من حواليه والصحراء والكلام ده. ونفس الأغراض بقى القديمة اللي كانت بتتكتب ديت هو خرج عنها شوية، فبدأ يجيب أغراض حديثة موجودة في عصره وتتناسب مع العصر بتاعه. حتى الصور اللي هي البيانية كان بيستمدها من البيئة برضو اللي هو عايش إيه اللي هو عايش فيه، مع إن هو كان بيحافظ على أصول اللغة والإيه والتعبير بتاعته، يعني ما هدمش القديم زي ما احنا بنقول، بخلاف الديوان تحرر بقى ايه من الوزن والقافية وجاب لغة تتسم مع عصره بس، وتنازل عن حاجات تانية عشان شاف ان كل اللي بيعمل قديم ده اسمه مقلد بس. تمام يا شباب؟ طيب، وادخل حاجة اسمها الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي، ودي أهم حاجة. هو خرجه من الأغراض التقليدية، طب عمل ايه جديد؟ بنقول ايه؟ جاب أغراض حديثة فأدخل الشعر القصصي والتصويري للأدب الايه؟ العربي. فبدأ يعبر عن التاريخ والحياة الاجتماعية اليومية اللي الناس بيعيشوها، فبدأ يستعين بقصص منين؟ بقصص من التاريخ ويعرضها هو بخياله الخاص. يعني يجيب مثلا قصة قديمة من التاريخ مثلا الأحداث فيها متفقة مثلا مع الأحداث اللي موجودة مثلا في العصر بتاعنا، فيروح جايبها ويعرضها هو بخياله الايه؟ بخياله الخاص، عشان يعبر عن الحياة الاجتماعية اللي الناس ايه؟ اللي الناس عايشاها. فكان يصور الحياة البشرية من خلال خياله الخاص، مراعيا جميع اجزاء الايه اجزاء القصه، يعني اكنه بيحكي لك قصه بس في ابيات شعر. إيه واهم حاجه بقى، ان مطران كان متفوقا في هذا النوع اللي هو الشعر القصصي والتصوير، ان هو يعبر عن الناس بحياته بخياله الخاص، من إيه يعني كان متمكن في النوع دوت من الشعر عن غيره. تمام كده يا شباب؟ إيه كده يبقى احنا خلصنا خليل مطران، وباذن الله إيه يبقى كده فاضل لنا مدرسه ابولو ومدرسه المهجر، وباذن الله هنشرحهم ان شاء الله قريب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.